راح نعمل كيك الشوكولا مع البرتقال. اوكي، هي عبارة عن صفار البيض، بياض البيض، زيت، طحين، سكر، سكر المارينج، عصير البرتقال، كورن فلور، وكاكاو. حط كل المواد الناشفة، الكورن فلور مع الطحين مع الكاكاو. هون حطيت كل النواشف مع بعضهم. اوكي، راح اضيف السكر مع صفار البيض والبياض البيض كمان مع السكر. شفتوا انتم في 2 سكر، اوكي، واحد مع البياض وواحد مع الصفار. راح بلش اضيف الزيت مع صفار البيض والسكر. بعدين راح اضيف عصير البرتقال. هي راح اضيف السكر على المارين، على البياض البيض اللي عمله مارين. هيك المارين صار جاهز، شايفين؟ بعد ما حطيت الصفار البيض والسكر والزيت وعصير البرتقال، راح اضيف النواشف. شايفين بعد ما حطينا النواشف راح اضيف، بلش اضيف المارينج اللي عملناه. بعد ما خلطنا المارينج، شايفين كيف الاسبونج امامنا؟ الكيك كتير مرتب. طبعا انتم بتختاروا المولد او القالب اللي بدكم اياه، حطوا انا بهالقالب، اوكي، تبع الانجلش كيك، على 160 25 دقيقة. اوكي، هيك صار جاهز، على 160 طول 30 دقيقة. شايفين كيف الطراوة؟ شايفين كيف؟ السكينة على تنزل. هي طيبة، هتعجبكم كتير، جربوا الوصفة واعطوني رأيكم.